السلام عليكم مشاهدين ومتابعي قناة وصفات الحرشي، كنشكركم دائما على الاشتراكات ديالكم وعلى لي كومونتير. هنا جيناكم بواحد لا فيديو ديال رفيسة بالحرشة والدجاج البلدي بالقوام هائل وبشرمولة جميلة. والان فهاد الشرمولة غادي نقول لكم درنا فيها ملحة معلقة كبيرة، هنايا كما كتشاهدوا معلقة ديال السمن، عندنا البزار، عندنا سكنجبير، كنضيفو التومة، ثلاثة دروس ديال التومة كما كتشاهدو كنحركو مزيان. عندنا الزعفران دومة، الزعفران جوج، كنضيفو هاد الخليط مزيان، كنميلونجيو مع بعضياتو، كنضيفو العطرية ديالنا كما كتشاهدو كتجي تقيلة شوية. دابا غندوزو نشرملو الدجاج البلدي. حنا شرملنا هاد الدجاج بليلة وخليناه تلغت ليه، عادا نديرو رفيسة تذوب ان شاء الله، لان هاد الشرمولة بيتناها في الدجاج باش يشرب مزيان. وما كنضيفوش بزاف ديال المقومات، كنضيفو غير عطريه سهله كما اللي كنخدمو بها، المهم يكون السمن، يكون الزعفران، الثوم، كندخلو مع الشرموله مزيان داخل جميع الجهات باش الدجاج البلدي يشرب لينا، وخا تيشد الطياب شويه، المهم حنا بيتنا في الشرمولة باش يصبح شوية مزيان شارف الشرمولة ورطب. وما تنساش تدعمونا دائما في القناة، وان شاء الله تنجيكم وصفات بلدية ورومية ومشكلين وصفات متنوعة. الان من بعد ما شرمناها وما غنخوي عليهم الشرمولة اللي بقات، هنا غادي نخليهم حتى الغد ان شاء الله. وهاد الرفيسة معتبرة وديال الحرشة كتجي هائلة وفيها رائحة جميلة وكتفتح لك الشهية ان شاء الله. دائما نجيب لكم الجديد. السلام عليكم المشاهدين، ها انتم الرفيسة ديالنا تطيب، نديرها بالحرشه. درت العدس ودرت جوج فرانش بلديين، ودابا درت نص كيلو حساب نص كيلو تاع البصله، وغنزيدو حيده. ها هي درنا شويه ديال الريحه، ها هما دابا تيطيبو. حنا غنقدمو معاهم ديك، غنديرو السميده، غنديرو السميده باش نديرها في الفران. عاد نديرو حنا درناها السميده، المشاهدين شوفوا معانا نص كاس ديال الزيت، الملحة، غنبسبسوها بحال هكا، هلا تنبسب الزيت ومليحة. درنا نص كاس ديال الزيت، بسم الله، حنا دابا درنا لها الماء بغيناها تشرب، وغنديروها في المقلاة ونديروها في الفران، نديروها في الطاوة ديال الفران، ها هي تشرب الماء ونديروها في الطاوة ان شاء الله، ونقدموها تشوفوها ان شاء الله. بسم الله، ها هي الحرشة دابا غادي نطيبوها جوج مرات،
بسم الله. السميده ديال الكسكسو دابا حنا غنديروها في الفران وان شاء الله ملي تحمر غادي نوريكم كيفاش طارت. المشاهدين هذه البلديه الرفيسه ديال السميده دجاج البلدي والسمان، حنا ملي غطيب ان شاء الله غنوريوها لكم. يلا الحرشه ديالنا وجدات المشاهدين، تندرناها بالسميده ها هي وجدات مزيان. حنا طيبناها صفينا المريقه ديالها بسم الله. حنا درنا الدجاج ديالنا بلدي بسم الله. حنا هاد الدجاج البلدي بسم الله، ها هو الاقامه ديالو ريقه ما فاش طاب. ها البصله شحرناها بزويته والسمن